كازيمير، يعني احب اسالك في الاول، يعني قول لي في البدايه انضميت ازاي للنادي الاهلي؟ القصه جت منين؟ For me was بالنسبه لي it's very nice the atmosphere and everything here in كانت مفاجاه جميله المناخ في النادي الاهلي. Guys, they was like a family. لما وصلت النادي الاهلي كان في ناس لطيفين جدا معايا. Like love and everything was amazing in the club and I like it. ادوني الحب وكل حاجه انا محتاجها في النادي يعني اول ما وصلت. طب يعني وكيل اعمالك لما كلمك وقال لك انت عندك فرصه تلعب في النادي الاهلي، دخلت اكيد عملت سيرش على جوجل عن النادي الاهلي، بصيت، عملت فيديو على اليوتيوب، قول لي عملت ايه؟ I tried to find some information in internet about Ahli. حاولت ان انا الاقي معلومات عن الاهلي على الانترنت. The biggest club. لقيت ان هو اكبر نادي في افريقيا it's very big. واكتر نادي حائز على بطولات والقاب. And like you can see it's good information. كانت حاجه كويسه جدا ومعلومات كويسه جدا. حاولت تسال حد من اللاعبين اللي سبقوك مثلا، كنت تعرف حد لعب في مصر قبل كده؟ سالت حد لعب في مصر عن النادي الاهلي؟ Yeah, in Bulgaria there is not a lot of players who play in Egypt, but I try to find. مفيش لعيبه من بلغاريا كتير لعبوا في مصر، لكن عموما اعرف لاعب لعب في مصر قبل كده. I think he played in Zamalek before. هو لعب في الزمالك قبل كده. He said that here it's very nice and everybody. قال ان المكان هنا جميل جدا. Everything it's nice. وقال ان كل شيء هنا كويس.